That's fire, Jacoby. الفني البلجيكي توم سانتفيت 48 سنة مشرف على المنتخب الغامبي منذ 2018، تجربة سابقة مع منتخبات اليمن، بنغلاديش، زيمبابوي، مالاوي، أثيوبيا، ناميبيا والتوغو خاصة، رهانه مع منتخب غامبيا تحقيق إنجازات مع لاعبين محترفين في بطولات أوروبية على غرار إيطاليا، سويسرا، بلجيكيا، إسبانيا وحتى في القارة الآسيوية. نجاح كبير للفني البلجيكي مع قيمة تسويقية حالية للمنتخب الغامبي نهزت 45 مليون يورو. المدرب سانتفيت نجح في التحدي مع تواجد المنتخب الغامبي لأول مرة في نهائيات الكان، حيث تم تمديد عقد سانتفيت بخمس سنوات منذ جوان 2021. كرة القدم الغامبية عرفت مشاركات في كأس العالم أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة. في تصفية كان الكاميرون تأهل المنتخب الغامبي كصاحب المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط بالتساوي مع منتخب الغابون المترشح الثاني من نفس المجموعة، 3 انتصارات تعادل وهزيمتين لزملاء موسى بارو. منتخب المدرب سانتفيت سجل 9 أهداف وقبل 7 مع الامتياز لقلب هجوم نادي زوريخ السويسري حسن سيزاي مع تسجيله لثلاثة أهداف، مع حضور بارز لموسى بارو مهاجم بولونيا في الكالتشو والتسجيل، وأحداث الفرق كذلك من ركائز المنتخب على غرار سليمان ماري محترف لاغونتواز 20 سنة. قيمة إنجاز المنتخب الغامبي التأهل من المجموعة الرابعة مع الغابون وانسحاب زوز منتخبات عريقة الكونغو الديمقراطية وأنغولا. موسى بارو جناح ومهاجم المنتخب الغامبي هو النجم الأول بدون منازع، يحترف في بولونيا بشمال إيطاليا 23 سنة مع قيمة تسويقية قدرت ب 20 مليون يورو، مع هدف في نهائية الكان لمنتخب بلاده ضد مالي، تجربة مع أتلانتا بيرغامو وحضور بارز في السيريا مع بولونيا، 18 لقاء هذا الموسم وخمسة أهداف بعد انتقاله بقيمة 13 مليون يورو من أتلانتا. عناصر أخرى تحترف في الكالتشو، المدافع عمر كولي مع الفريق العريق ساندوريا من مواليد 1992 مع تجارب سابقة في السويد، بلجيكيا وفنلندا، حاليا مع ساندوريا بقيمة تسويقية نهزت 5 مليون يورو. قلب الهجوم الهدف في اف سي زوريخ السويسري حسن سيزاي، هدف تصفيات للمنتخب الغامبي وثاني هدف البطولة السويسرية هذا الموسم ب 11 هدف خلال 17 لقاء، دون ان ننسى الجناح ابري ماكولي في الكالتشو 21 سنة مع سبيتسيا والمعار من اتلانتا مع قيمة تسويقية نهزت 4 مليون يورو. Shut up, Jacoby.